المنطقة الصناعية هنا ب عين عتيق. انطلقت الأشغال منذ مدة، إعادة البنية التحتية كاملة، فيها لي باركينغ، فيها الباساج دو بيتون، فيها الإنارة العمومية، فيها الكهرباء، فيها الواد الحار، فيها الواد الحلو، فيها الماء الصالح للشرب، فيها تصريف مياه الأمطار، وفيها الانترنت، وفيها الشبكة كاملة، سواء إنارة عمومية، سواء تليفون، هاتف، انترنت. اخر مره خليناهم كيصوبوا لنا في الشوارع، كاين هذا الشارع الاولاني واحد التوازي ديالو، كاين الشارع الثاني والشارع الثالث، والجهه الاخرى اللي مليه فهي فيها واحد المجموعه ديال الشوارع. دخل معنا الفريق ديال الاورولوجيستيك، ودخل معنا الفريق ديال الاناره العموميه لمالي. نكملوا الطريق ديالنا من هنايا.
هنا كنكون وصلنا للقنطره، خليتكم على خير وما كان غير الله البطل الملك.